My name is Dr. Abdel Muaz Hurez from University of Jordan in Sharia College and teaching as Usul al-Fiqh and the other subjects in the College of the International Law like this. نعم هذا اللقاء الحقيقة العالمي العلمي العلمائي ويعتبر اجتماع نوعي ولذلك تجتمع فيه الهيئات العلمية والعلماء من شتى بقاع الأرض وهي فرصة عالية وغالية يجب انتهازها واستغلالها للأداء العلمي المتميز وتلاقح الأفكار في الفترة الزمنية التي نرى فيها العالم اليوم يتكلم عن الإسلام كلاما غير حقيقي فهي فرصة لبيان الإسلام الحقيقي وبيان صورة الإسلام أمام العالم لنري العالم طبيعة هذا الدين وطبيعة الواقع الذي نريد أن نبحث عنه وندعو الناس إليه نعم جزء من الإجابة مرت في السؤال الأول وأقول نعم العالم الإسلامي والإسلام هو قادر على حل مشاكل العالم وقادر على تقديم النموذج الوسطي المعتدل الرائع الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الأولى وأن نقدمه مرة أخرى ليحيى العالم بأمن وأمان في ظل الإسلام الحقيقي العادل